شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مسرع معي انا الصراحه انسعب من هذا. انا اطلع من الفيديو. انا هذا المسبح ما تكملني. لازم اللي يطلع اصبعه الصغير هو الخايف معكم. يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا مريم؟ احنا نريد غير فيديو. مو المسبح العائلي هذا اصغر مسبح بالعالم كلها. يعني راح نبات بيه وراح ننام بيه وراح ناكل بيه وراح نشرب بيه. هسه اذا نفتح الملقات شبيه وانتم تورطوني. يلا تعالوا امشي. لازم نعيش هذا التحدي ويا مريم. لازم ما يصير نرفض. مثل الجواري ما منقصناش وعجبكم الفيديو. اذا جديدين على هاي القناه لا تنسون اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان ما حد يذكركم. بس اني اصغر مسبح بالعالم راح نعيش بيه وناكل بيه ونشرب بيه واحتمال حتى نسبح بيه. نسبح بيه يعني نجيب شامبو وليفه وكل شيء. سرعة خلينا نشوف النص. يلا 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 مريم يلا. يعني والله سوالف السرعة بس اصبر إليها. تصبر إلي مريومة لازم نعيش فيه نهار كامل. اسحب. صارت عركة على المسبح. واو والله والله صغير هذا سرعة. بابا ما لا لا انا ما انا ما اريد. انا انسحب. انا انسحب من هذا الفيديو. هذا التحدي ترى تنكتل. والله صدق ننكتل. عاد افتحوا خلينا نشوف. يلا افتحوا افتحوا. هلا بسم الله. لا مستحيل على هذا الحجم مالته يا جماعه. الكاميرا عبالكم طلعته اكبر من هذا الشيء. حلو هسه عبالكم وانتم تتفايتوا بعضكم. كلش صغير طبعا هذا لقياس شنو سرى؟ انت هنا غراض. شلون راح زين شلون راح نحط غراضنا؟ يعني لازم نحط الغراض مالتنا ونحط الاكل مالتنا والشرب مالتنا. طبعا هذا المسبح لشنو؟ هذا المسبح لشخصين فقط. قوم دقيقه واحده تجيبون كل احتياجاتكم لتبقيكم نهار كامل. واحد اثنين ثلاثه. وقت ما عندنا. وقت ما عندك مريومه. باقي راح تاخذ وياها يا جماعه. مستحيل مستحيل اخذ لك المخده. راح اساعدك راح اساعدك. يلا روحي روحي روحي. يلا يا الله يا لك وين سرى؟ يمكن غرقت. ها ها اياتها لا تعرف هالشيء. تعالي ولاتك ما بيها مجال. سرى اتجنن. يلا حطيهن هنا. وين مريم؟ مريم ايش عندك مريم؟ ايش تاخذين بعد شنو؟ يا راح ينمي المسبح كله بغراض مريم اللي ما لها معنى اللي راح تدممنا بيها وتجبرنا نلعب وياها. يلا حبيبتي يلا 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 شوفوا. اركضي وقت ما عندنا وقت. يلا حبيبتي يلا. فواكه ماتك ما بيهن مجال ويجن. سرا عندنا رقيه رقي لازم بالمسبح. يلا سرا استعجلي 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 استعجلي. انا طبعا راح اسوي لكم حتى سينما. اه شنو؟ سينما سينما حلوه. ايش جايبه وياك؟ ما تقدر تحكي. روحي روحي اركضي اركضي. بعد اذا ما بيها رقي لا ما ترهم سرا. لا 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 بعد تجهيزات. يعني تلوموني ليش انا احب هاي البنيه؟ تلوموني يعني سرا تجهيزاتك لا ما لا يعلى عليها. لا يعلى عليك. يعني لازم ادارك يا شيك. انا من ادارك يا شيك. بس دقيقه سولفي. اكو غدا؟ ها غدا اكو يعني شيء قوي. اجتي اجتي لا هذا مو بحياتي الصراحه. من يقدر احنا نعيش تحدياته؟ يعني ها القنينه مالتنا وين ما نمشي؟ هي قلايه 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 مالتنا. يا جماعه يا جماعه قبل لا تحط القلايه. هاي شنو هاي؟ هاي القائمه فقط. ممنوع الحمام ممنوع التعصب ممنوع الخروج ممنوع الضوجه. تسمعون الكلام؟ هاي احنا هاي ممنوع الخروج. القوانين الجديدة. أنا 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 هضمتني مال ممنوع الحمام. شلون يعني؟ ممنوع الحمام؟ عندكم كليس مبلل وتغذي. يلا مع السلامة. وشاي وراح نحتاج ماي حارب نفس الوقت. يعني هذا الشيء كل شيء يفيدنا. نعم هذا كل شيء يشبه كم دبوس سمين. دبوس سمين؟ زين يلا خلينا نحط غراضنا. لا أدري ايش تسوون بالتلفزيون. صح يوقع يما راح يوقع. بس تسحبي هيك شوي. شو تسوون بالتلفزيون؟ بابا راح نسوي سينما بنفس الوقت. سينما سينما بهذا المسبح. بالمسبح. يلا مريم اسحبي اسحبي اسحبي. تمام مريم شوي لي قدام شوي لي قدام. راح اسوي لك سينما تجنن داخل المخارج المسبح. اتفقنا؟ شلون بس لو ادري تجنن. طال ايش لابستها؟ وين رايحين؟ لابسين العرس بالمسبح. عرس بالمسبح؟ اسحبي اسحبي وياي. لان انا قدام الباقه لازم اقول اهلا وسهلا
فيكم متابعينا الكرام، واليوم لقد انا اهم شيء عندي هاي الصينيه هي صينيه. اي والله السرعه يعني السرعه سوي فينا شيء يا جماعه. لا حاجه خلكم انا اول شيء هنا طبعا قبل كل شيء هنا عندنا هاي الكاميرا الثانيه وعندنا السينما مالتنا والاناره كل شيء موجود ومضبطين امورنا. يا جماعه هنا عندنا عمار خرج وهنا الاميره وعندنا هنا وعندنا اميره مالتنا. مريم ايش قد حكيتي؟ وعندنا هنا خيوط تمر. اقولكم اذا لا يوجد راحب داخل المسبح ترى انا عوفت حد واطلع. اي والله هاي الالوان اللي تجنن. يلا اصنعي بس اصنعي الله يخليك مو كتلتينا بالمسبح. مستحيل فرصتك الاخيره فرصتك يعني ليش تضجي من صوت اللعبة؟ يا جماعة يا جماعة لا تفكروا اكو المذكرات واحد يريد يفكر يكتب له شيء يحكي له شيء ماكو من وراي طبعا يا جماعة لازم تجيبون كباسة وتجيبون خيوط شفاف. علي شيء؟ مو ميت لازم الوف من ابو مبا لازم الوف يعني شلون قعدت كليتنا بمكان واحد ايش فيكم؟ تركت حتى لايفات تركت يعني اي والله متنا من الجوع اكلنا وشربنا وصنعنا خرز ما تقولوني بس لو الجنطه هاي ايش شخصيتها؟ يا شخصيتها اخاف فيهم يا راس اخاف فيهم. مريم تعالي خلينا نصلع السواب للمتابعين كل واحد يكتب الحرف مالته بالتعليقات وانا ومريم نصنعنا. كتبت هواية احرف بالفيديو مال مريم ومريم هواية صنعت لكم. طبعا يا جماعه اول اسم زهراء وثاني اسم بابا. نعم هسه راح نصنع كل الاحرف بسرعه. انت جهزي الغداء واحنا نصنع السواب. فاجئهم وقول لهم انه الغداء اليوم راح يكون كاسه عندهم. اندومي يا نوال انت عبالي راح اسوي لنا كتف على التمه المال كتف حتى وين الطباخ حتى اسوي لك كتف؟ يا هذا شنو هذا؟ انا فوزي انا فوزي ماكو طباخ يعني لازم يعذروني طباخ ماكو بنتي مريم مشتهيه القوزي مالتك القوزي كشفت شغلات احنا جايبيها بسرعه بس مال مشط تجيبين يا مريم يعني مشط تجيبين داخل التحدي والله محسبه حساب والله فوش حساب محسب اي والله العظيم صحيح السرعه يعني احنا وين تحديات مريم وين سوالف مريم يعني انا شايل هم بس بالخطوه الاولى مال الحمام يعني ممنوع دخول الحمام هاي صعبه كلش صعبه مريم لا تقول اجيب لكم كلينس كلينس مريم شو نسوي بالكلينس؟ كلينس نمسح ايدينا ها نمسح سرعه كل يومين الغداء مالتك قاعد يتاخر لثنتين بالليل يلا تغدينا لثنتين بالليل لا يا معود العشرة يا عشرة ذاك اليوم بثلاث ونص غدينا مش تدور مش تدور ما تدور هذا تدور وصفات اكيد وصفات ما هي سويت لنا لحم دجاج يومي ها شو يا وصفات يا غدا بالليل بس بالليل يا والله يا غدا يا لا لا ممنوع من عم باتن امك يوميه بالوحده ونص الغدا جاهز وجاهز لا 12 بفمع 11 ونص زين 11 ونص والعشاء شلون تقولي لها بالعشاء بالعشاء والعشاء الساعه بالعشره يا لا 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 هي قصدها بالعشرة الصبح العشاء بالعشرة انت فهمتي؟ بالعشرة الصبح هي اللي تقصد العشاء هي ما تقصد شيء مريم باي حق احنا هنيك نحكي على سرى نمبر 1 بيتك انا الدوم جهز مايا قاعد تاكل الاندومي مالتها تتغدى ومريم قاعد تتغدى بمالتها الاندومي لكن فقط الاب نعم يابا اذا انت تحب الاكل بارد احنا شعلينا علي يحب الاكل بارد ثلج ثلج يعني لا غلطان بارد إيه انت طبعا حبيباتي طبعا اقدم لكم سرا يومي 10 كياس اندومي مريم يومي 10 كياس شنو ايش قلت؟ من بالعوده خش ليش انا ايش قلت؟ 10 كياس اندومي ناكل باليوم؟ من قال؟ ليش احنا علي؟ بالليل ياكل اندوميات؟ انا قال انا انت تسوي اندوميات بالليل اكيد انتم سامعين غلط لا 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 ما اقول هيك كلام احنا علي شو نسمي الفار؟ شوفوا لي المي جوا الاندومي انا الفار مال المطبخ مال المطبخ انت انا مريم ننام انت تسوي اكل وتاكل هاي السمعه ابدا مو حلوه هاي انا بالليل طلع فضايحنا بعد حبيباتي طلع لا سولفوهن حبوا كرزات ومدري من ياكل كرزات بالليل؟ انا علي ارد انام هو والباقي مثل عبابجي تصطرخ تخ 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 منو قال اسراري
اصغار بيوت يا جماعه. اسد الكاميرا مع السلامه. لا ما حد يفضحت ام امنا. انت شنو انتو ما يتصور وياكم ابدا. اكلي حبيبتي اكلي. دائما اسالوها السرى سرى اسالوها اني يعني بريوق غد هديه بالغداء هديه كذب. اسالوا مريم اني دائما مو بريوق هديه بالغداء هديه هاي او هاي هديه الغداء السرى. تفضلي سراوي. وهاي هديه الغداء المميومه. يلا ها؟ ليش يعني دبو هي تلم؟ نجيبوهن بطلنا ما ننطي هدايا. طلع لي رقية من قلاص الاندومي انا شعلية طلعت لي. رقية بداخل الاندومي؟ ايه دوري 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 دوري. بس ماما شفتها من نانكي؟ لا لا شفت هي هدية. يا رزاق يا كريم هي طلعت. وقت الرياضة بلبو لك. شنو وين؟ وقت الرياضة بلبو لك. حبيبتي انت ما كاتبه هنا بالورقه رياضه. ما عندنا رياضه. لا ما في سوي جسمي. يلا بعد اوكي اي ونطب الاجواء الحماسيه. سرى مجهز لكم فيلم سرى سرى والامراه الشريره. شنو؟ شنو؟ هو الفيلم اسمه لا كذا ولا كذا. لا اليوم مريم الاجواء عائليه فول بالمسبح. مريم يلا وين وصلنا بالصنع؟ اصنع اصنع وين وصلنا؟ ما بقى شيء بقى لنا صور واحد. يلا تحضيرات سراوي تاج راس البيت سراوي. ما فيش تحضيرات. تحضيرات فل حبيبي. تحضيرات فل. بعدنا سرى ما بدي حتى خلينا نقرا الفيلم مالتنا. بعد حتى ما شغل بعد حتى ما شغلنا. خلينا نشغل الفيلم مالتنا. يلا راح نوصل. راح نوصل علي والله سوى هنا راح يخنق هنا راح يخنق ليش تحكون على الافلام مالتك؟ مو دشك مو حلو. مو تريدون رحب انتو؟ مو تريدون رحب انتو؟ احنا شنو؟ طفوا التلفزيون وفضوها. ديناصور مدري شنو. طفوا يا اخي طفوا 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 يا حبيبي طفوا وخلصونا من عندكم. ولا اريد مباراة. احسن من مباراة هاي الديناصور. لا والله انا عندي فيلم رعب يخبل. شكرا. ثاني واحد ثاني. والله مو صوتكم فلا بعد اتابع وياكم اي شيء. ما في حمار ليش يعني سر يعني واكلنا رقي واكل شربنا مي وتعشينا وقبه وتفرجنا فيه يعني متنا يعني شو ليش اصبر 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 يا بابا اصبر لانه هذا التحدي مضبوط. انت ما يصير تغش. الغش مو حلو. انا ما غاش حبيبتي. انت كاتبه ممنوع الضجه ما غجنا ممنوع الخروج ما خرجنا ممنوع الكلام ما تكلمنا تكلمنا بس مريم
حبيبات والله مو يعني مو قصدي بس خليتي بس داري دارتك شيء يعني والله بس وين خليت ايدك خرجتها برا التحدي خلاص بعد خسرت اي ما ادري عاد بس انا داخل المسبحه لا 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 خارج ايدي يا جماعه اشهدوا انتم وياي اشهدوا ما مريم شنو قرارك شنو قرارك يعني خسرت خسرت انا خسرانه بروح للحمام لا انا وصلنا نهايه الفيديو انا وانا اعترف بخسارتي المهم رحت للحمام يا جماعه دمرتي انا وبتمنى وما فزنا اذا تجددين على هالقناه لا تنسونا بالله اقول اسراك وتفعيل زر الجرس لين ما حد ما يذكركم بس اني اشوفكم بفيديو جديد باي باي.